احتفالاً باليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف سنوياً في 18 ديسمبر، أقام مركز أبوظبي للغة العربية فعالية أيام العربية في منارة السعديات، التي هدفت إلى تعزيز المعرفة باللغة والثقافة العربية من خلال فنون متعددة مثل الموسيقى والشعر والخط والأفلام. وشارك في الفعاليات فنانون عرب وعالميون، منهم المغني زيكزاك الذي غنى للسلام وحقق تفاعلاً لافتاً مع الجمهور. وكان من بين الحاضرين الموسيقار المعروف نصير شمة، مؤسس مبادرة بيت العود وصاحب المساهمات الموسيقية الكبيرة في الأوبريتات وتلحين القصائد الفصحى. أما نجم الحفل فكان الفنان اللبناني مروان خوري، الذي أطل على جمهور واسع ومتنوع بمجموعة من أكثر أغانيه شهرة، ووجه رسالة شدد فيها على أهمية اللغة العربية في حياتنا والموسيقى. وكعادتهم لم يغب المؤثرون الاجتماعيون عن هذا النوع من الحفلات، من بينهم صانعة المحتوى الكوميدي أمينة، التي بيّنت لكاميرا فوشيا جذور الكوميديا في اللغة العربية الفصحى. بجد متعة رهيبة، عرفت معلومات كتيرة جداً عن العربي ما كنتش أعرفها، بالذات الحتة اللي بنعرف بيها الكلمات اللي أصلها عربي بس في اللغات التانية اللي هو إيطالي إنجليش. مثلاً مثل شو؟ ليمون، ليمون، شجر، سكر. شجر سكر دي صدمتني لأن أنا ما كنتش شايفة العلاقة، بس دلوقتي ركزت في الموضوع.